السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طلاب الصف الخامس. إن شاء الله نبتدي مع بعض حصة جديدة، مكملين في درس السلاسل الغذائية. أهداف الدرس هنا هنوضح المقصود بالسلاسل الغذائية ونبتدي نحدد المنتجات والمستهلكات. عندي القيمة الشهرية المشاركة، أن يشارك كل فرد لبناء مجتمعه، والقيمة الأسبوعية الصدق، يكتسب الصادق ثقة ومكانة في المجتمع. نراجع برضو نكمل إن إحنا لازم نبقى عارفين إن المنتجات كائنات حية بتصنع غذائها بنفسها، بكررها كل مرة علشان تبقى في دماغنا. هي كائنات حية بتصنع غذائها بنفسها، مستخدمة طاقة الشمس. أهميتها بتعتمد عليها الكائنات الحية كلها في الغذاء. الأمثلة بتاعتها مهمة جدا لأن دي اللي بنبتدي بيها السلسلة الغذائية. لو كان موطن على اليابسها النباتات، لو كان موطن مائي كان هيكون الطحال. أما المستهلكات، هي كائنات حية لا تصنع غذائها بنفسها، بل تعتمد في غذائها بشكل مباشر أو غير مباشر على المنتجات. قلنا الأمثلة بتاعتها كل الكائنات اللي عندنا، الأعشاب، أكلات الأعشاب، القوارض، اللحوم، اكلات الرمم والمحللات. طيب المرة اللي فاتت اتكلمنا ان المستهلكات كان قسمناهم لفريسة ومفترس. قلنا الفريسة الحيوان اللي بيتم اصطياده، اما المفترس الحيوانات اللي بتهاجم علشان تحصل على غذائها. طيب النهاردة هنتكلم عن السلسلة الغذائية. السلسلة الغذائية دي عبارة عن احنا كل حيوان محتاج لايه؟ محتاج الى طاقة، تمام، علشان يقوم بوظائفه الحيويه. طيب هو بيحصل على الطاقه دي منين؟ بيحصل عليها من الغذاء، وتبتدي الطاقه دي تنتقل من كائن حي الى اخر فيما يعرف بالسلسله الغذائيه. يبقى السلسله الغذائيه دي عباره عن انتقال الطاقه من كائن حي الى اخر. مين اللي اخذ الطاقه دي؟ مين المصدر الاساسي اللي اخذ الطاقه؟ مصدر الطاقه عندنا ايه اصلا في الحياه؟ اللي هي طاقة الشمس، تمام. مين اول حد اخدها؟ المنتجات اللي هي النباتات. يبقى النباتات اخدت طاقة الشمس وحولتها الى غذاء، والغذاء اللي محتوي اللي جواه طاقة ده بينتقل من كائن الى حي الى كائن اخر في السلسلة الغذائية بتاعتنا. طيب يبقى تعرف السلسلة الغذائية بأنها مسار انتقال الطاقة على شكل غذاء من كائن حي لآخر في النظام البيئي. قلنا كل السلاسل الغذائية، أي سلسلة غذائية في العالم، لازم تبدأ بالمنتجات. المنتجات دي اللي بتاخد طاقة الشمس وبعد كده بتنتقلها منها إلى المستهلكات وبعد كده للمحللات. المحللات احنا عندنا مين اللي بياخد طاقة الشمس؟ احنا قلنا المنتجات اللي بتاخد الطاقة مباشرة، عشان بيبقى في اسئلة كده، مين اللي بياخد، مين الكائن الحي اللي بياخد طاقة الشمس مباشرة؟ اللي هي النباتات. طب مين الكائن اللي بيعيد الطاقة دي الى الارض؟ مين؟ اللي هم المحللات، تمام. طيب لو عندي مثلا ادي السلسلة الغذائية قدامي، تمام، عندي نبات وعندي فأر وعندي ثعبان وعندي نسر. طيب هو هنا محدد الايه؟ المنتجات والمستهلكات. خلي بالي احنا دلوقتي هنتطور، هناخد خطوه اعلى شويه. يعني ايه خطوه اعلى شويه؟ هناخد المنتجات، خلاص احنا عرفناها اللي هي اول السلسله الغذائيه اللي هي النبات. بعد كده احنا كل اللي بعديه قلنا ايه؟ هيكونوا مستهلكات. طيب انا عندي كلمه هنسميه المستهلك الاول، تمام، ومستهلك تاني ومستهلك تالت. طيب ينفع اقول على النبات مستهلك اول؟ لا، ما ينفعش، ده منتج خلاص. انا بشطب النبات كده وبقول ده منتج. اللي بعده على طول اللي هو اكل الاعشاب دايما هيكون ايه؟ مستهلك اول. اللي هياكل اكل الاعشاب هيبقى مستهلك تاني، واللي بعده مستهلك تالت، اللي بعده مستهلك رابع، وهكذا وهكذا لغاية ما ايه؟ ما السلسلة عندي تنتهي، تمام. يبقى احنا النهاردة هناخد ان هحدد المنتجات والمستهلكات. مش هقول مستهلكات في المطلق كده، لا، ده انا هقول مستهلك اول ومستهلك تاني ومستهلك تالت، تمام. طيب
يبقى انا في السلسله الغذائيه اللي قدامي دي انا عندي النبات هو المنتج، تمام. طيب الفأر هيكون مستهلك اول، هيبقى اكل اعشاب، تمام. بعد كده عندي الثعبان، الثعبان هيبقى مستهلك تاني، وبعدين عندي النسر هيكون مستهلك تالت. السؤال اللي سألناه قبل كده وقلنا مين الكائن الذي يحصل على الطاقة من الشمس مباشرة، مين اللي هياخد من الشمس على طول الطاقة؟ النبات. طيب مين الكائن اللي هيعيد الطاقة دي للبيئة مرة أخرى؟ آخر السلسلة الغذائية خالص اللي هم المحللات. نفتكر الفريسة والمفترس من الايه، من المرة اللي فاتت احنا قلنا في العلاقة ما بين الفأر والثعبان، انا عندي الفأر هيكون فريسة والثعبان هيكون مفترس، تمام. طيب عندي العلاقة اللي ما بين الثعبان والنسر، الثعبان هنا هيكون ايه؟ فريسة، اما النسر هنا هيكون ايه؟ مفترس، تمام. يبقى انا مين الكائن اللي موجود في السلسلة اللي قدامي دي اللي هنعتبره فريسة ومفترس في نفس الوقت؟ مين اللي هيكون فريسة ومفترس؟ الثعبان، تمام. يبقى احنا اخدنا كده معظم الاسئلة اللي ممكن تتسأل في ايه؟ في السلسلة الغذائية. نحدد المنتجات، نحدد المستهلك الاول والتاني والتالت والرابع والخامس سواء على قد السلسلة ما كانت موجودة، الكائن اللي بياخد طاقته من الشمس مباشرة النبات، الكائن اللي بيرجع الطاقة دي للبيئة مرة أخرى المحللات، وخلاص عرفنا نحدد الفريسة والمفترس ونحدد الحيوان اللي ممكن هيبقى فريسة ومفترس في نفس الوقت. طيب يبقى ما المقصود بالسلسلة الغذائية؟ السلسلة الغذائية احنا قلنا انتقال الطاقة، ده مسار انتقال الطاقة على شكل غذاء من كائن حي إلى كائن حي آخر، تمام. وأهم حاجة احنا بنرمز بالرمز اللي هو الـ 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 السهم ده، لما يجي يسألنا السهم ده معناه ايه؟ معناه انتقال الطاقة. ما ننساش السهم اللي موجود ده اللي احنا بنعمله، ولازم اقولك خلي بالك من رأس السهم مهم جدا، ده اسمه ايه؟ مسار انتقال الطاقة. طيب تتبع كيف تنتقل طاقة الشمس عبر السلسلة الغذائية إلى أجسام الحيوانات آكلة الرمم، يعني عايز آخر السلسلة الغذائية دي يكون حيوان آكل رمة، تمام. طيب إحنا بداية السلسلة زي ما إحنا عارفين هتكون إيه؟ هتكون نبات. طيب إحنا آخر السلسلة إحنا عايزينها يبقى حيوان آكل رمم، هنقول مثلا وفرضا النسر، خلاص إحنا عرفنا النسر إن هو آكل رمم، صح؟ اكل رمم واكل لحوم في نفس الوقت. طيب مين هنحطه في السلسله الغذائيه بعد النبات؟ طبعا لازم احط اكل اعشاب وليكن ارنب. حد ياكل الارنب؟ حيوان ياكل الارنب؟ عندي الثعبان. انا كده كملت السلسله الغذائيه زي ما هو عايز، عشان هو عايز في الاخر ان هو يكون اكل رمم، تمام. يبقى مهم جدا ان احنا نبتدي السلسله الغذائيه بتاعتنا بنبات. اكتبي كلمة نبات، اكتبي كلمة اعشاب، المهم ان هو يكون منتج، تمام. طبعا السلسلة الغذائية دي هتكون عامرة ايه؟ في اليابسة. ان شاء الله بعد كده هندرس اللي هي موجودة في الماء.